مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد، وصلنا دلوقتي لفقرتنا المميزه، فقره ويكان. نجمنا النهارده اللي هنتكلم عنه واحد من نجوم الالعاب الفرديه اللي قدر يكون ليه مكان في قائمه الرياضيين المميزين، وهو السباح احمد اكرم، واللي كان شعاره ويكان وهو بيحقق القاب وبطولات خليته من اهم نجوم السباحه في مصر والعالم العربي. احمد اكرم محمود مواليد 20 اكتوبر 1996، قدر يتفوق في لعبه السباحه من وهو صغير، وتالق من خلال ممارسته للعبه بالنادي الاهلي وبشعار ويكان. فاز باربع ميداليات ذهبيه في الالعاب الافريقيه وميداليه واحده في الالعاب الاولمبيه للشباب، وبشعار ويكان كان احمد اكرم صاحب الرقم القياسي المصري في سباق 800 و1500 متر حره و200 متر فراشه، كمان حقق المركز الرابع في سباق 1500 متر حرة ببطولة العالم للألعاب المائية 2015. في نفس الشعار، شعار ويكان، حقق أحمد أكرم مؤخرا الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كاليفورنيا بسباق 800 متر حرة بزمن قياسي متفوقا على جميع منافسيه. تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن النجم أحمد أكرم ونرجع مرة تانية. أحمد أكرم كان شعاره ويكان في مسيرته المميزة، ولسه عنده طموح وإرادة كبيرة لتحقيق مزيد أكيد من الإنجازات خلال الفترة اللي جاية. معانا دلوقتي على الهاتف نجمنا النهاردة في ويكان أحمد أكرم، برحب بيك في تايم لايف. أنا بحرك يا أحمد. أحمد، يعني أنت من الناس اللي أمنت بموهبتها وعملت كتير قوي عشان توصل للي هي وصلت له، إنجازات ما شاء الله وبطولات كتيرة. يعني سريعا كده نصيحة لكل واحد عنده موهبة أو كل واحد عنده طموح عايز يوصل له. ان انت ما توقفش طالما انت عندك حلم، خليك ماشي وراه مهما كانت الصعوبات يعني اللي هتقابلك في الطريق، بس لو انت عندك هدف وعايز توصل له خليك ماشي في الطريق وان شاء الله هتوصل له باذن الله. ان شاء الله. احمد، يعني بعد النجاحات الكبيره اللي انت وصلت لها، ايه الفتره الجايه؟ ايه اللي بتحضر له الفتره الجايه ان شاء الله؟ انا عندي بطوله العالم في كوريا يوم 21 ان شاء الله، وبعد كده دوره افريقيا في المغرب يوم 21/8 باذن الله. ان شاء الله اكيد بتمنى لك كل التوفيق باذن الله ومزيد من النجاحات ومزيد من التالق ان شاء الله. كان نجمنا النهارده في فقره ويكان احمد اكرم، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. طبعا خلاص خلصت فقرتنا ويكان. عايز اتكلم قبل ما نروح لفاصل، ماتشين مهمين جدا، السنغال في مواجهه تونس ونيجيريا في مواجهه الجزائر. نتمنى ان شاء الله النهائي عربي وان شاء الله مربوحه. هنطلع لفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم في تايم لايف، خليكم معانا.